من عظم الله في خلوته فتح الله عز وجل له أبواب كل شيء، كل مقاليد السماوات والأرض بيد الله، تاجر مع الله، ودع عنك الخلق، عامل الناس لا أنك التقي الأعلى ولا على أنك الزاهد والراغب ولا أنك الراغب في الدنيا، عاملهم بحالة وسط، خذ معهم واعطي، لا يعرفون سرك ولا يعرفون جارك، ما ينبغي أن يقال قله وما ينبغي أن يسكت عنه واسكت